لأننا تقريبا خلصنا كل الماتشات وخلصنا حتى كأس العرب الدور الأول، فتعال نتكلم شوية على أكتر حاجة بتجيلي هنا في القناة، وهي اتكلم عن بلدك يا اسطى. اتكلم عن بلدك يا اسطى، أنت ليه بتتكلم على تونس وبتتكلم على الجزائر وبتتكلم على المغرب؟ بص، أنا قررت إن أنا أعمل الفيديو ده عشان من الآخر عايز أحط الفيديو ده لأي حد جاي يشوف القناة، اللي هو بص يا معلم، الأول أنا كنت بزعل من الكسر، كنت بقول اشمعنى أنا واشمعنى أنا مستقصداني وجاي ليه دايما عليا، بس بعد كده فهمت حاجة مهمة، اللي هو ما تتحكم في عواطفك انت اصلا، يعني ما تتحكم في شعورك انت اللي مخليك عايز يبقى عندك فضول انك تتفرج على واحد مصري بيقول ايه على الكره الجزائريه او الكره التونسيه او الكره المغربيه. اتحكم في نفسك انت الاول يا زميلي، وبعد كده قرر انك تيجي تتحكم فيا. اه والله العظيم بجد، يعني اتحكم في نفسك انت، انت اللي عندك فضول. بص، صورتي ما يبانش عليا ان انا جزائري ولا مغربي، انا راجل مصري صح؟ لما تخش عندي ما تقولش شنو هذا مصري بيتحدث على الجزائر والمغرب عشان يلم مشاهدات. يا عم قلت لك كلنا هنا على المنصه ده عايزين نلم مشاهدات، احنا هنا مش فاتحين قنوات عشان نسمع نفسنا، قلت لك الموضوع ده 7000 مره واقوله لك تاني. بس بص يا زميلي، ما تجيش تقول لي انك تتكلم عن بلدك، ما انا هنا بتكلم عن بلدي، بس انت دخلت ايه في الفيديو اللي يخصك انت؟ انت ما دخلتش في الفيديو اللي يخص الاهلي او يخص الزمالك او يخص منتخب مصر، انت دخلت في الفيديو اللي يخصك انت صح؟ هتقول لي اتكلم عن بلدك، مع اني هنا متكلم عن بلدي معظم الفيديوهات اللي في ال 1800 فيديو، 1800 فيديو و35000، ده انت فاشل بقى يالا. فاشل وافتخر، عندك اعتراض، انا مبسوط بالوضع ده. انا بص، انا عامل القناه دي مؤاخذه عشان اعمل اكبر عدد فيديوهات، قصه المشتركين دي بقى بتاعت ربنا مش بتاعتي ولا بتاعتك انت، والارزاق تاني وتالت ورابع بتاع ربنا مش بتاعتك انت. عزيزي اتحكم في نفسك الاول قبل ما تفكر تتحكم في الاخرين، اتحكم في عواطفك وتحكم لمؤاخذه في فضولك، عشان فضولك ده هو اللي بيخليك تفتح تشوف مصريين بيقولوا عنك ايه. اتحكم في فضولك وبعد كده قرر انك تتحكم فيا، ماشي يا زميلي؟ انت بقى ممكن في حد يكون عاجبه الكلام يعمل لايك بالغلط، بس لو عملت لايك بالغلط صاحبه يا عزيزي، عملت سبسكرايب بالغلط اخويا وصديقي، ولو عملت انسبسكرايب برضه صاحبي، وهقول لك مع السلامه، مع السلامه اللي عايز يمشي.